que tout le monde va bien ou que tout le monde va bien ou à خير كيف ما كنتمناو. اول حاجه شكرا بزاف بزاف على الدعم ديالكم وعلى لي كومونتير ديالكم وعلى لي سوجيستيون ديالكم. شكرا بزاف انا وعصام اون فو ريميرسي دو فون دو كور. دونك اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم لي لازان بالطريقه الاصليه الايطاليان الطريقه الايطاليه. ونتمنى انكم تجربوها وما تنساوش abonner, subscribe ou liker la vidéo à la fin de la recette. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais vous les ingrédients que vous avez besoin de cette. Mais de toute façon, je vais vous montrer tout ce que vous avez besoin. Vous allez voir tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous avez besoin. Donc, comme vous le voyez, j'ai 1 litre de halib. Je ne peux pas l'utiliser. J'ai, en ce qui concerne les herbes, j'ai des herbes mûres. بازيليك و هرب دو بروفونس. هنا واحد جوج ورق سيدنا موسى. هنا شويه ديال النعناع وهنا شويه ديال الزعتر. هنا خديت دو باكي ديال لاصوص الطوماط. مي تقدروا تحكوا واحد ربعه ديال المطيشات كيبقى لكم الاختيار. هنا سي جوست بور فير فيت. هنايا عندي حك ديال الطون بصيله مقطعه كفته ربعة ديال الكفتة ولا 500 غرام على حساب لي بيرسون لي عندكم. هنايا عندي واحد خيزوة كبيرة وواحد القرعة لي محكوكين. وهنايا عندي ان باكي دو لازان كيما كتشوفو. هنايا جوج معالق ديال الطحين. هنا ثلاثه المعالق كبار ديال الزبده. بالنسبه للطحين حتى هما جوج معالق كبار فريمون كبار ديال الطحين. هنا عندي فرماج محكوك. انا خلطت لو بارميزون مع الفرماج الاحمر باش يعطينا داك لو كو اللي يجي هائل فحال لي لازان اللي كتاكلو في لي ريستوران. بوغ التوابل غادي نحتاجو شويه ديال الزنجبير شويه ديال الزعفران مليحه و فوالا جوج ديال لي فرماج. وهنايا جوج فرماجات. وهنايا واحد المعلقه كبيره ولا غير حك صغير ديال مطيشه مركزه طوماط كونفير. فوالا دونك هادو سي بارابور لي زانغريديون. ما تلفوش واخا كثار انا غادي نمشي معكم بشويه بشويه. دونك تبعوا معايا وندوزو للمرحله الاولى بور لي لازان. فوالا دونك اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي نطيب الكفته ديالي بوغ لي لازان. كما كتشوفوا هنايا درت في المقله ديالي ديك البصيله اللي قطعت طريفات بحال هكا. دونك غادي ندير ليها الملحه بصله بالملحه والبزار ونخليها حتى تحمر ليا ونزيد عليها الكفيته. دونك باش نربح الوقت انا غادي نتاقل لاصوص طوماط. فوالا دابا انا خليت البصله ديالي كتحمر كتشحر ليا. جيت باش نصاوب لاصوص طوماط. دونك اول حاجه كنديرو ديك المعلقه الكبيره ديال الزبده هنايا الذوب بحال هكا. وغادي نزيد عليها ديك لا كورجيت لا كاروت لي شلط يا اخي زبده وحده وقريعه وحده. هكا حرك ونقفل كنزلها مليحه. بزاف ونخليها حتى تهرب مع ديك الزبيده. عاد نزيد عليها هذوك لي دو بواط ديال لاصوص طوماط. المهم غادي تبعوا معايا المراحل ولكن ما بغيت كما قلت لكم تقدروا تعوضوا دوك لي دو كارطون ديال لاصوص طوماط بواحد ربعه ديال المطيشات يكونوا محكوكين.
ولكن ما كتشوفوا البصله ديالي تحمرات مزيان مع ديك الزبيطه والملح والبزار. دونك غادي نزيد عليها الكفته هكا نزيد عليها الملح البزار غير كثروا لها التوابل كيبقى لكم الاختيار تقدروا ديروا لها التوابل اخر الزعفران وغادي نزيدو النعناع اللي غنقسمها مزيان بحال هكا اللي قطعت ما تردوش بارابور النعناع كما قلت لكم هذه هي الوصفه الاصليه ديال لي لازان الايطالية وغنجيب لي زير ديالي الريحان ولا زير دو بروفونس وغنبقى نخلط هادشي كامل فوالا كنخلط المكونات كامله بحال هكا نحاولو نجرو ديك البصلة الفوق بهاد الطريقة صافي استمرو في التحريك غير حتى يتميلونجو مزيان دوك لي زيبيس ويحسو بأننا حركنا مزيان ونخليو الصاب تابع على خاطرها ونتاقلو لا طوماط ديالنا نشوفو هادوك لي كوبجيت و لا كاروت لي حسينا فين وصلو الصياد كيما كتشوفو معايا الخضيرة ديالي تحمرات مزيان دونك غادي نزيد عليها ديك لا طوماط دوك لي دو بوات عرفتو فريمون هاد الوصفة كتجي غزالة لذيذة بزاف غندوزو الكوكين ندرو شوية الملحة بزار شوية كنجبير ديك الحق الصغير ديال الطماطم المركبة ودابا ندوزو الأعشاب دونك غنلوح فيها هاد ورقة سيدنا موسى وغادي ناخد الزعتر غادي تحكوه بين يديكم على هاد الطريقة هادي بحال هاكا غير في يديكم بيان سور الزعتر غتكون غسلتو ونشفتو من قبل وغنزيدو داك شوية النعناع اللي كنت دايرة مع الزعتر ورق سيدنا موسى ونزيد لي زيرب ديالي الاخرين هادو كيبقاو اختياريين هاد الاخرين اير دو بروفونس و والريحان مي الاساسي هو ورق سيدنا موسى والزعتر وغنزيد عليها زيت العود وشويه ديال الماء
الناس اللي كيبغيو لا صوص طوماط تكون حمراء بزاف تقدروا تزيدوا تحميره. صافي ها لاصوص طوماط ديالي كنخلطها مع دوك لي ليغو. صافي نخليها على نار مهيله حتى وكانت تبدا تغلي لينا. ودابا نمشيو نشوفوا الكفته ديالنا فين وصلت. فوالا كيما كتشوفوا معايا ها هي البصله ديالي قربت طيب، الكفته ديالي طاغضه. صافي تخيط طار وموراها كيف نفس خليت صوص طوماط مع دوك لي ليغو مغطيت يطيبو. موراها دابا غادي ندوزو نصوبو لا صوص بلانش ديالنا فوغ لي لازان. كيما كتعرفو لي لازان ضروري اون صوص بلانش و اون صوص طوماط. فوالا دابا غادي ننتقلو لا صوص بلانش ديالنا. دونك غادي نديرو دوك جوج معاق كبار ديال الزبدة يكونو فغيمون كبار وندوبو بحال هكا. نزيد عليهم مليحة والبزار والشريف. فوالا غنزيد عليها هاد جوج معالق ديال الطحين فغيمون جوج معالق كبار وغنحرك بلو فوي ديالي. صافي ونجيب الحليب ديالي. مهم بعد ما مهم كيف ما شفتوا معايا في الوصفات الاخرين غير ديروا دوك لي بتيت بور شويه هكا في الفوق نبدا نزيد الحليب بشويه بشويه انتما غتشوفوا معايا. ها هما بداو كيديروا فوالا كما كتشوفوا داك الزبدة والطحين داروا ليا دوك لي بتيت بو وغنزيد الحليب شويه بشويه مع التحرك بالفوي ديالي. هاد لا بخومييغ كوش غنزيد دوك جوج فرماجات شوي كيكة سكنجبير قبيصة ونعاود نزيد الحليب. غتبقاو تشوفوا معايا وانا كنزيد الحليب حتى تشوفوا لا تيكستور اكزاكت. المهم انا راه جبت 1 لتر ديال لولي ولكن غنشوف قلا غنحتاج غير قل حيت بوغ لي لازان ما كنبغيوش واحد لا بيشاميل اللي تكون جاريه بزاف ولا تكون عاقدة بزاف. صافي اون فوا تنزيدو ديك لاكوش الحليب اللي كتخلي لنا البيشاميل جارية بحال هكا
كنحاولوا نزيدوا في العافيه. دابا ما يبقاش علينا باش نخافوا شي تحرق لينا داك الطحين والزيت بوغ فيغ فيت زعما. ما بغيتو تخليو النار فين نخليوها ماشي مشكل. صوص الطوماط ديالنا واش داز يل غاست كو نزيد عليها هاد الحك ديال الطون. الطون فريمون تينسمها واخا تشوفوا لي درت الكفته مي نزيدو الطون فريمون تينسمها صافي. هذه المرحله الاخرى كنطفي على البوطه ديالي وتنحرك داك لو طون صافي. دابا سالينا المراحل بثلاثه لاصوص بلونش لاصوص طوماط وديك الكفته حتى هي طابت. دابا ندوزو نشوفو الطريقه ديال التستاف لازان ديالنا بيان سور لاصوص طوماط لي طيبنا حيدو منها هذوك ورق سيدنا موسى وندوزو دابا يا الطريقات بريباراسيون ديال لي لازان. فوالا بعد ما سالينا من المراحل كامله دابا غندوزو للتستاف ديال لي لازان ديالنا. دونك اول حاجه كنديرو هي كناخدو اون كوش ديال لاصوص طوماط وكنفرحوها نفرحوها على لو مول ديالنا بحال هكا. نزيد عليها واحد شويه غير قطعة معلقه صغيره د البشاميل انسويت نجيب لي لازان ديالي ونستفهم على هاد الشكل. نعاود اون كوش دو صوص طوماط ديك لاصوص طوماط تغطي لينا دوك لي لازان ديالنا مزيان. ندير رشة كفيتة هكا بديكم ودابا غنزيدو لاصوص بيشاميل على هاد الشكل. نزيدو ثاني الكوش ديالنا ديال لي لازان حاولو نسرحو بيدينا بحال هاكا. نعاودو
صوص طماط. كنزيدو الكفتة ديالنا تاني. On va mettre la dernière couche ou la avant-dernière. On va mettre le reste de la sauce tomate. نسرحو اون ايطار كوم سا. نحاولو نجرو داك لي ليغوم لي غيبقاو ليكم في التحت ديال لاكاسرول. ودابا لا ديرنيغ كوش الكفيته اللي بقات ندير واحد كوش ديال الفرماج كوم سا. صافي نزيد لا ديغنييغ كوش ديال لي لازاني ديالنا. اون ابوي بحال هكا حتى يبان لنا السطح ديال ديك لازاني ديالنا بحال هكا. بوغ طياب ديال لي لازان عندكم جوج ديال الطرق، سوا تاخدو هاد لي لازان ديالكم غتغليو الماء غديرو فيه شوية الملحة بحال هكا، غتاخدو اون لازان غتغطسوها فيه بيان سور غتكونو ديجا فوق الرخامة ديالكم ولا ليسباس دو ترافاي ديالكم غديرو فيه اون سيرفييت ولا واحد الفوطة ديال لاكويزين. دونك اون فوا تغطسو هادي فداك الماء لي كيغلي ميم با حسبوا واحد 5 سكوند هكا وهزوها وحطوها فوق ديك لا سيرفييت ديالكم. دونك كتبقاو هاد العمليه حتى تكملوا داك لا كونتيتي اللي بغيتيو هكا كتربحوا الوقت. سينو تقدروا ديروا هاد لا مانيير هادي كتجيبوها هكا نيشان من لو باكي لو مول ديالكم غير هو هي فاش كتكونوا كتزيدوا بلوس دو صوص باش تلقى لي لازان ديالكم فين طيب. دابا غادي نزيد لا ديرنيير كوش ديال ديال بيشاميل ونغطي بها داك السطح ديال لي لافان ديالنا. فوالا ودابا كنجيبو الفرماج ديالنا كما قلت لكم انا خلطت بين بارميزون وفرماج غودا اللي هو الفرماج الاحمر.
كيبقى لكم اختيار ديروا الموتزاريلا غير هو الا كانت عندكم موتزاريلا كما كتعرفوا موتزاريلا راه ما فيهاش شي انغو سي فري كتجي لا تيكستور زوينه حاولوا تخلطوها بشي فرماج اخر لا ديروا فرماج احمر جو بونس راه متوفر عند كل شيء صافي تندخلوها للفرن من 40 دقيقه حتى لواحد الساعه على درجه 180 درجه الجهد اللي طيبوا لينا دوك لي لازان ديالنا ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل الاخير فوالا لي في ها لي لازان ديالي عاد يلاه خرجتهم من الفور خداو ليا واحد 40 مينوت بالضبط على لو دوغري ديال 180 المهم الحراره متكون مجهده تقدروا كاع ديك 30 مينوت باسكو مي خشيت واحد الموس لقيتهم فريمون رطبين دونك جو بونس 30 مينوت غادي يتقد باسكو انا كندير ديك الطريقه الاولانيه ديال كل لازان كنسلقها في الماء وتنحيدها دونك سي لا بروميير فوا جو تيست لي لازان دخلهم نيشان في الفور نتمنى انكم تجربوا هاد لا غوسيت باسكو غادي تعجبكم بزاف بزاف و فوزالي ايفيتي انكم تاكلوها على برا باسكو كتجي من السما بدوك لي زير بداك النعناع وورق سيدنا موسى اللي درت دونك تيستيلا وخليو ليا لي كومونتير ديالكم ولي سوجيسيون ديالكم كنعاود نشكركم فوق الناس اللي كيشجعوني وتيخليو ليا دي بيل بارول شكرا بزاف بزاف وما تنساوش لو لايك وسبسكرايب لا شين ومرحبا بكم في دوطخ فيديو وتهلاو في ريوسكم بزاف 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 اي على بروشين فيديو ان شاء الله خليت لكم راحه الله